اليوم سنتحدث إن شاء الله هو عن المقامات. ما هي المقامات؟ المقامات هو نغمة موسيقية، يعني نغمات موسيقية. مثلا المقامات هو نغمة موسيقية بحيث يعني الملحن يعني يقدر يعزف يعني ألحان كده على المقامات. طيب رح أقول لكم بشكل مختصر إيش المقامات. المقامات هو نغمة من نغمات الموسيقى. طيب أول حاجة بعرفكم المقامات الثمانية. ما هي المقام الثمانية؟ اللي هو أول حاجة مقام الصبا، ثانيا مقام الحجاز، ثلاثة مقام الرست، رابعا مقام البيات، خامسا المقام العقم، ستة المقام السقا، السبعة نهوند، ثمانية الكرد. طيب اليوم إن شاء الله درسنا الأول سنتحدث عن المقام الصبا. طيب ما هي المقام الصبا؟ المقام الصبا هو مقام أو لحن حزين فيه الآلام أو الفراق أو الزعل أو الحزن أو البكاء. تشتمل المقام الصبا وهي فرعين، مقام صبا زمزم ومقام صبا حسيني. ما هي المقام الصبا الزمزم؟ المقام الصبا الزمزم هو الذي يستعملوها باللهجات الشامية كسوريا ولبنان وفلسطين والأردن. والمقام الحسيني نستعمله كل العرب، مصر، سوريا، لبنان، السعودية، الكويت إلى آخره. المهم خلونا نبدأ الدرس الأول إلى مقام الصبا. تمام، ما هي طب المقام الصبا؟ سوف أجيب لكم مثال من الآيات القرآنية فيها تتكلم أو تتحدث عن العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا هو المقام الصبا. طيب هذا المقام الصبا الذي شرحت لكم المثال، هذا هو مقام الصبا الحسيني. أما مقام الصبا الزمزم هو رح أجيب لكم أنشودة. روح الشهيد تساءلت، روح الشهيد تساءلت وين الفدا يا ناس. هذا هو المقام الصبا الزمزم، هو فيه شبه من الكرد. مثلا إذا جبنا يعني مثلا بجيب لكم القرار والجواب الجواب الصبا. مثلا إذا جبنا مقام الكرد دوكار صبا. روح الشهيد تساءلت، هذا القرار. أما الجواب وين الفدا يا ناس، هذا الجواب المقام الصبا زمزم. طب لو أتينا إلى مقام الحسيني، مثلا جبنا القرار
حجاز، والجواب صبا. متى بجيب لكم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا هو القرار الحجاز الحجاز، والجواب الجواب الصباح.